كان طرحت عدة نقاط مهمة من المتعلقة بالأمر بالقبض والتقادم، يعني دون ليطا اكتويال دو دروا الأمر بالقبض ما يقطعش التقادم. يعني في مشروع التعديل تاع قانون الإجراءات الجزائية نص المشرع في مشروع التعديل على أن وجود الأمر بالقبض يقطع التقادم، يعني لا يحتسب التقادم في حالة صدور أمر بالقبض. إذن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية حل هذه المشكلة. بالنسبة لموضوع اقتراح قانون خاص بتسيير المحجوزات، أعتقد أنه لا يمكن إصدار قانون خاص بتسيير المحجوزات، بل يجب أن تسير المحجوزات في إطار قانون الإجراءات الجزائية. يعني نديروا أن شابيتر في قانون الإجراءات الجزائية يضم جميع الموضوعات المتعلقة بالمحجوزات، لأن حالة التشريع والتنظيم تبقى للدستور لا تتضمن المحجوزات، تتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي يكون شابيتر خاص في قانون الإجراءات الجزائية ينظم المحجوزات سواء كانت محجوزات عادية أو محجوزات خاصة بإدارة الجمارك. مقترح مهم قدمه الزميل يتعلق باقتراح خلية متابعة لتسيير المحجوزات، وهذا راح نديروه ان شاء الله في التوصيات. اذا انا اقترح ليس فقط خليه متابعه لتسيير المحجوزات، اقترح خليه متابعه مع اداره الجمارك وعناصر الضبطيه القضائيه والاداره لتسيير المسائل المتعلقه بالتشريع الجمركي. يعني تكون لقاءات دوريه لهذه الخليه جميع المعنيين الفاعلين والمعنيين بالامر، على الأقل اجتماعات كل ثلاث شهر ولا كل شهرين يحلوا الإشكالات المطروحة. يعني بهذه الطريقة راح تحل الإشكالات.